بالمطالبة اللجنة بالإيضاح، لأن صراحة هذا الموضوع احنا تابعناه فترة من دون أن نصل إلى نتيجة، وأعتقد أن التذرع بغياب رئيس اللجنة غير مقبول. يجب أن ترد اللجنة لماذا تؤخر أو تقدم مقترحات على أخرى، وأعتقد الأمانة العامة أيضا مسؤولة عن ذلك، وهيئة المكتب مسؤولة عن ذلك. وهذا لم يحدث لأول مرة، للأسف حدث أكثر من مرة، وأنا أصر على أن يكون هناك جواب.